يعقوب يبلش بيتش اخيرا يعقوب اخيرا 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 يعقوب طلع البيتش والله ملينا احنا نحن عليه يعني ما بغى الظاهر راح يشوف الجيم على طول ما راح يشوف باتل تشيك راح يكون على طول جيم for the guy asking about brawl is still advancing in loser side we're gonna play out losers brawl until semi finals and then we're gonna switch up on stream so for now we're gonna be playing we're gonna be playing PM until we wrap up PM and then we're gonna turn to brawl and finish brawl اوكي فالحين نرد حق الجيم اي يعقوب المين كاركتر ماله بيتش ف خلينا نشوف جينو اذا يقدر يسوي شيء بصراحه انا اقول لك الموز لازم يدير باله يكون فاكتور بالضبط لازم يكون يدير باله الموز راح يكون فاكتور وراح ياثر حيل بصراحه الموز والفجل لانه تو يعقوب سحب قنبله واو اي سحب قنبله وهو ما استوعب على طول انا الصراحه ناطر يعقوب يسحب خشوم انا اسف بس هذا هو انا بالنسبه لي نعطيه على طول اي بالضبط انا الصراحه يعني ناطر انه يسحب خشوم احلى اف سماش نايس يعقوب للحين موجود نايس منه ويحذف الموزه ويغشها سلام عليك ويعطيها بانش ما نفعت ترجع الاخر يمسك ما قدر سلام عليك ديدي كونغ ويبدع جينو صراحة ديدي حاليا جينو حاليا جدا جدا مبدع وقاعد يلعب لعبة صح باك اير منه وايد واو لو هالفجر هذه كانت ستيتش فيس كان جينو الحين ودع حده دير بالك من باد اب سماش داش اتاك اوكي نايس نايس نير واو ويرجع على الاخر ويرجع الستيج ما نو بانش من عقوب واو نير يولو نير كانت ريسكي حيل يولو نير بصراحه بس الحين يعقوب هذا 143 لازم على الاقل يحوش اي ما زال قريب واو فيهم الشباب يولو علينا ما ادري بانش اي مسكه حلوه يعقوب ويزلق من ويزلق من الموزه كان ماسكها هذا جينو قاعد يذكره يقول له احنا نلعب برول راح نجيب لك ساكورا اي بالضبط دير بالك من داون سماش من بيتش لا لا تسوي دي اي تحت راح تتحسن اوكي نايس كومبوات من جينو اي مسكه حلوه هذا كمان جراب عنده سلمك الله الفرونت بي مالت ديدي يقدر يمسكك كمان جراب بهالطريقه او يهجم فانت ما تدري شنو المكسب راح يكون سيف السيف لحظه يعقوب سحب سيف واو يعقوب سحب الايتمات كلها بس باقي خشوم اي باقي خشوم ان شاء الله يطلع خشوم ان شاء الله بيش تسحب خشوم يعني يعقوب دور تكفى نايس مسكه حلوه من ديدي كونغ فجلز فجلز وموز اللعب كله فجلز وموز عجبتني الفجلز منه فجلز اي بالاس واو لا الصراحه الجيم حامي بس ما زال ديدي بالليد ديدي بالليد بس للحين وشوف يعني شلون يطلع الموز شي ولا كانه هامه لايك ذيس سي ذيس We do it like this. Oh, like this. Check this out. مع الويتش كرافتنج مال البيتش. اي حد ما حد اميره. وين؟ اتوقع يقعد يدور في الداش. انا صدقني اللعبه الجايه بيتش البطل مو ماريو. راح تروح سوق الخضره وتجمع لك الفجل وتطشر ام باوزر. لا انت غلط هي مو البطل هي راح تكون المين فيلن. ايوه بالضبط. بالضبط انا اسف بيكلز يعلمنا لانه هو ادرى بالبيكلز اللي قاعد ينسحب. فالحين ردينا تو ستوكس ايتش واثنيناتهم يعني جدا قريب جدا قريب مثل نيو جيم بالضبط جدا قريب ديدي كونغ قاعد يأدي وايد ضد بيتش اي يعيش على الاب بس ما أبماش. وايد تاخر وديدي الريكفري مالته جدا ممتازه اي لانه يقدر يظل فتره طويله برا الستيج قبل لا يرجع فيعكس تايمينج اللاعب الثاني اذا ما كان مستعد لها راح يتاذى يعقوب وايد يعني صراحه استخدام ولا اروع حق الموز اداء ديدي ولا اروع وبصراحه حاليا يعني الجاب بين اللاعبين يعني مو كبير يعني مو كبير ما كبير ايه الفتشة بينهم مو كبيره فيقدر يلحق عليه بصراحه واو يسعدها من الهواء ويعطيها باك اير بس طبعا ملكه الريكفري الساحره نايس 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 اللي يرد ما يرد نايس احلى اب سماش نايس من يعقوب
لو منفجر فيه البيرل كان يعقوب طاير بعد وياه. بصراحة أنا أقول يعني يعقوب مستغل الفلوت، وهذه من مميزات بيتش إن الفلوت مالها يخليها ما تحتاج إنها تكنسل من أول ما تنزل الأرض، ما في أي لاج ريكفري. بالضبط. وحين يعني هذا 126 و ديدي كونغ مو قادر. اوه الفرونت اير ماله. انا اسف انا كنت ناوي اشاركك الراي بس ولكن على طول سكتنا الحين. وان ستوك زيروز ف بصراحه فير ماتش. اتس اني وانز جيم. اي حده اتس اني وانز جيم بالضبط. داون واو خوش بلوك من خوش البريشر. وانا ماني عارف ليش يعقوب دائما قاعد يشحن اب سماشز ضد الرجعه مالت ديدي. انا اشوف الافضل انه يعني طلع الفجل وينطره ويرنه، لكن اي يعني لو ينطر لما يخلص الاب بي ماله يسوي له بانش احسن من ما يشحن الاب اي ماله. وللحين على فكره ما شفنا طراق من بيتش، فانا اتوقع انه عن قريب يعقوب راح يركض يمسك ويعطيك. خلينا نشوف. بس لا الموز وايد يأذي، مو قادر ياخذ. شوف حاول كحاول قاعد يقول الموز وايد مأذي. شيل الموزه الحين ياخذ موزه. الحين الموزه ضد جينو. نايس. الحين هذه موزه منو؟ ما وايد كاهي. او داون سماش من يعقوب. حلوه. السلام عليك ويعطيه. ها اوكي ماكو موز ولا فجل. واو خلينا نشوف شو يصير. ايش بيصير؟ ها ما ادري بيصير. او ماي جاد او ماي جاد. نايس الصراحه كان جيم ولا اروع بصراحه. نايس نايس كان اداء جدا ممتاز من بيتش. لم يعقوب يا مقوله انك بيتش. وهذا كان جيم 1 حماس صراحه. جيم كان قوي جدا. وهذا سيمي فاينلز بيست اوف 3. هذا سيمي فاينلز بيست اوف 3. لا لا مو سيمي فاينل. او شيء كذي كوارتر فاينل بيست اوف 3. هذا لا والله بصراحه الشيء الغريب في الموضوع ان هذا ترى متاخر حيل في الاوف براكت. هذا راوند 5 يعني ما زال وراهم من كوارتر بعدين السيمي فاينلز. بصراحه اداء جدا جدا ممتاز، وانا سعيد ان حطينا هالجيم على الستريم لان بصراحه الاداء وايد حلو بين الاثنين. وحين اف دي دشينا. نعم هذه القاعده العامه بسماش يقول لك 1v1 FD no items. بس للاسف احنا هم يستخدمون items. هني باخذين راحتهم. For the guy asking, there's no live stream for Pokemon X. The journey for Pokemon X ended yesterday. Yeah. And yeah, next time we're gonna stream it. This is our first journey, so we're not that expertise in streaming DS games. اوكي ف يعقوب قاعد يسوي بريشر عليه مع انه مضروب وايد. جدا جدا لاحظ الحين قام يستخدم الطلاقات واخيرا أزهين. نايس. ويسحب خشوم. خشوم كهو موجود خلاص. ويسحب خشوم خلاص. يعقوب انت فزت البطوله. انا اسف يعقوب سحب خشوم فاز البطوله الكل برا. وللحين الموز يعقوب قاعد يواجه وايد مشاكل بالموز. بالضبط بالضبط. وياخذ له موزه. ف احنا قاعد نشوف الحين مباراه بين موز وفجل. يبوش بالاب سماش وايد شحنها. يبوش بالفرونت سماش. الحين طلع موز. الحين ما زلق. اوكي حلو. الدوج منه طاح من الار يا اخي. نايس ياخذ الموز. يحاول نايس ما شلون وخر عن المسكه. يعقوب عنده يزلق. يعقوب عنده الكاونتر وما قاعد يستخدمه. انا اسف جدا بس رحت انادي اللاعبين حق الستيشنات. شلون تشوف الجيم الحين؟ كلوس. اشوف واو الدي اي الغلط. شوف ايش سوى. وصله من 0 ل 40. واو بصراحه هذا اللي بيدلك على شيء. بيدلك على ان ديدي فعلا شخصيه تسيطر اذا عطتها فجاه. بالضبط. اي اداء وايد الصراحه ممتاز. يعقوب قاعد يصيده بالاب سماش. الظاهر دارسها. بالضبط. البانش ماله جدا ممتاز. يطلع الموز حاول يمسكه. بس ما نفع. يعقوب بين موزتين متوهق. بالضبط هو اللي حق يحاول يسوي ديدي. نايس. انه يكود الموز حواليه عشان يسوي بانش حق الرولز. ما يبي يسوي رولز بس يعقوب وايد يستخدم الفلوت مالت بيتش اكثر. بالضبط. هذه ميزه بيتش انها تلعب بالهواء. حاليا صراحه اداء جدا ممتاز ويشحن الاب سماش. واو بليسمنت غلط. بليسمنت غلط وياخذ ستوك. جدا نايس. يعقوب ما ياخذ موزه. كان بياخذ موزه وبوشها. اي حاليا ديدي بالنسبه لهذا فري ستوك يجمع فيه دامج قبل لا يمشي. بالضبط. واداء والاروع جدا نايس. قاعد يستغل الموقف. نعم احلى طراق. حلو. ويسحب الفجل حذف مقايده. هالمره يعقوب قاعد يلعب سيف. حاول يمسكها بس ما قدر. نو بانشمنت. مسكه حلوه من ديدي كونغ. احلى كامبو. كامبو بسيط. نايس. وظريف.
حاول ولكن الباك اير كانت من صالحه. وديدي يستخدم السايد بي مالته حق ريكفري وراها الابي. فعلا تفكير ممتاز من جينو. ياخذ الموز على طول يعقوب، ما قال له لا الموز لي. الموز لي بالضبط. الموز والفجل بالضبط. خلاص يعقوب راح الدوري راح يغير اسمه حق بيكلز اند بنانز. باد ريكفري من ديدي، ولكن ما زال يعني عنده ليد جدا ممتاز. تشوف بيتش خايفه واقفه بعيد. شوف ديدي كونغ استوعب انه يقوم قاعد يشتغل سالفه ردته بالاب سماش بالضبط. بس الحين فعشان كذا قاعد ينيشن على الايدجز. اي اوكي جايز سو لوزرز راوند 7 از اباوت تو بي اوفر. افتر لوزرز راوند 7 وير جونا بي سويتشينج تو full PM. After we finish PM, we're going to be back with Brawl, and then we're going to play out Brawl Losers Round 8, Losers Semifinals, Losers Finals, and Grand Finals. Okay, so... Hey. للحين, two stocks, يعقوب 122. أنا حالياً أشوف الأج عن جينو. بصراحة أداء رائع. يعقوب مع الموز مو زين. إي جداً جداً بصراحة. جينو قاعد يأدي أداء روعة. بس لا ننسى ان بيتش سحبت خشوم بالضبط. إيه بالضبط واسطه خشوم واسطه خشوم. اوه يعقوب يرد والريكفري ولا اروع من يعقوب. نايس والريكفري ولا اروع من يعقوب. ما يبي يخسر الستوك هذا وهلف ديدي كوم كذي. نو بيتا سوري وي ار نوت غانا ستريم ناروتو بيكوز وي دونت هاف تايم. اولسو ناروتو ويل بي بلايد after we finish from Brawl and PM, but we're not gonna play in the venue because we need to leave the venue early. الكاونتر ما قدرنا. واو 200 200 ولحين متمسك فيه. زين على الأقل الحين قاعد يطلق. واو صراحة يعقوب جدا يصير ريسكي مع الأب سماشز. يعني أنا ما نعرف الرش اللي في باله بس بصراحة. يعني الحين يقدر يردها بصراحه. حاليا هو بليد حلو. لاحظ ان جينو ظل فتره مو قادر يستخدم السايد بي لانه لاحظ ان يعقوب تعلم عليها وقام يعطيها بانش. هالمره يعقوب يطلع بالضبط وطق. هو مشكلة داون اير. هو مشكلة يعقوب انه قاعد يطلع مبكر وقاعد يحاتي ان الفلوت خلص بالضبط. لان قلت لك انا سلاح ديدي انه يطول على ما ينطلق ويقدر يتحكم متى ينطلق. اي البانش ماله صعب مو سهل. انا قاعد اشوفه خليه ينطر شويه بعدين يبدي شحنه الاب سماش مالته. المفروض اخذ موزه من زمان بس ما عليه تختفي هي تختفي. نايس. ها خلينا نشوف. فرونت سماش وينتهي الجيم. تو ستوب حق جين ولا اروع الحين 1-1. هل يعقوب يضل على الجيم جدا ولا يغير؟ جدا يعني متقارب وهاي ويظل على بيتش يعقوب. واو بس خلينا نشوف المرحله شو راح تصير. اتوقع حاليا راح يصير الادفانتج حقه. للي قاعد يسأل عن سول كاليبر، أنا آسف بس ما كان في إنترنس حق وايد ألعاب فما وصلوا سول كاليبر تكن دراغون بول ريجينج بلاس وألعاب ثانية. فإن شاء الله عن البطولات الجاية نحاول أن نضيف، ولكن نتمنى الناس يطلعون. سووا فولو حق إكسترافا جيمينج. سووا فولو لنا إحنا حق جاما ريز 92 على إنستغرام وتويتر. وإن شاء الله يعني الفترات الجاية راح يكون عندنا أيضا بطولات ثانية نتمنى أنكم تحضرون و المشاركات زياده شاركونا. اي نعم سول كاليبر. انا قلت سول كاليبر مع تكن مو بس واحده ثنتينهم. ما في حضور والناس مو قاعد تطلع. نبي الكل يطلع ويورينا الكوميونتي الكويتي شنو بالضبط. عنده بالضبط. يعقوب غير نقى سامس. واو يروح حق سامس. يبي سالفه البروجكت سايل الظاهر انه منقث من الموز فقال انا بطقك من بعيد وانت خليك مكانك ويبدي بالضبط مثل ما قاعد اقول بالضبط. الريال قاعد يطق مسلز وقاعد يقول له وخر اذا جيت راح ارنك وهذه موزه على وجهه شباب لو سمحتوا يونيفرسالي نبي نسمي الفورورد اير مالت سامس بخور لانها ترشخ دخان تبخرك تقول لك يعني تطيب خلينا نشم ريحه حلوه منك. واو لما قرب يتبهذل من الموز ورد يعقوب يحاول يقف بعيد بعدين زلق بروحه ما نزلق منه زلق من الموز حذف عليه موزه بصراحه الكنترول مال الموز عند جين ولا اروع حلو زين وحذف عليه موز يقول هات موز مع الموز حلو للحين نايس جينو نايس لعب نايس فاتير
صراحة حاليا اشوف انا يعقوب عنده ادفانتج حلو لانه بالفايت البعيد ديدي جينو مو متعود على لعب سامس للحين فقاعد يعاني معاها قاعد يحذف عليها ايتمات يحاول يقرب ودي اشوف سبال من ما سوى ولا مره ما حذف سبال اي سبال حاليا عنده سلاح وايد زين ضد سامس بهالماتش اب اتوقع نشوف عن قريب وياخذ اول ستوكه انا اسف جدا حاليا جينو خذ اول ستوكه اثبت ان انا غلطان وانه هو عارف حق هالماتش اب يعقوب يبي يستغل الموز كثر ما يقدر نايس صاروخ على وجهه بالضبط لا محاوله جيده والصراحه الايمينج مال جينو حق اللج ولا اروع حاول انه يبخره ما نفع البخور ما قدر الاب سماش والفورورد اير نعم بخور نايس. خلاص اسم رسمي جينو للحين واو حسافه اوكي فالحين المقاربه الماتش متقارب جدا جدا راح يعتمد على الموز صدقني بصراحه ايه راح يعتمد على الموز وان يعقوب يحذف المسلز العاديين لاحظ انه بس قاعد يحذف السوبر مسلز ما قاعد يسوون ايمينج وجسم لاعب جينو اللي هو ديدي كونغ وايد صغير فقاعد يبوشونه حتى لو يصد ممكن يمر الصاروخ فوقه وما يستفيد يعقوب فبصراحه ودي اشوف مسلز عاديين اكثر بهالماتش اب على اساس انه يرتاح او على الاقل البومز يعني يعقوب ما زال ماسك الموزه ما ادري تبي يحذفها ويحذفها توه ودي ياخذها ديدي كونغ يحذف عليها موزه بالضبط ماشي مع السلامه واو وياخذ الستوك الثانيه حاليا اعتقد ان يعقوب ما زال عنده شانس بهالمباراه بس لعب جينو جدا جدا بيرفكت والبليسمنت مال الموز ماله مثالي الموز ماله شيء خيالي اي زين يعقوب قام يلعب احسن من ساعه الظاهر كان ناسي شيء محركه او كان قاعد ياخذ على الوضع مال سامس لازم توخر على الموز يقوم لازم بالضبط مو بس كذي هم انا افضل اشوف شويه هومينج ميسلز من يعقوب لان الهومينج ميسل يحكر ديدي ويعطي سامس فرصه انها تقضب او انها تسوي له ميكس اب تحدث له فيك اوت وتسوي وايد اشياء نايس حاليا قام يحدث يولو ميسلز بريشر حلو تشرج ويحذفها بوش نايس يعطيه ميسل نايس بس اتوقع يرد لا بس حاليا يعقوب ماسك الموز ما ادري اذا حذفه ولا ما زال بيده ما اشوف اوه والهايبر داش ويزلك هايبر داش ويزلك حاول انه يصير فلاشي بس ما نفعت معاه ماسك الموزه يحذفها على الموزه بس يبوشها ويزلك مره ثانيه ويزلك مره ثالثه مره رابعه ويزلك اثنينهم واو الموز اتوقع الموز حاليا عافس ام اللعبه وقاعد يحسسنا ويعلمنا ليش احنا ما نحب الايتمز بالضبط ساكوراي لو سمحت شيل الايتمز ما نبيهم يعقوب يرد في مجال انه يرجع اذا ضبطها ولعبها صح لا سوى غلط وما رجع حسافه يعقوب ان اي بيكل خلينا نشوف هل يقدر يسوي شيء مسكه غلط بانش هذه مشكله سامس انه اذا بوشت المسكه شانس بانش خيالي حق جينو انا اشوف اذا يسوي داش ممتاز ويوخر عنه قبل لا تنفجر القنبله اذا يسوي داش مسكه احسن داش مسكه بعد هومينج ميسل يكون افضل عشان كذا قاعد اقول انا ودي اشوف هومينج ميسلز اكثر في الماتش بس للحين ما شفنا ولا هومينج ميسل ما ادري في شيء كلهم سوبر ميسلز اتوقع انه يعقوب ما يدري عن السالفه لا يعني شلون ما يعرف السالفه يعقوب من اوائل الناس اللي لعبوا بسامس من 64 اتذكر اي لا يعني انا اقصد في الماتش اب هذا يعني مو عندنا ما يدري عن الحركه انا اقصد في الماتش اب في الماتش اب ما ادري عنه هذا اللي قصدت عفوا ولا بالعكس يعني يعقوب واحد من افضل لاعبينا واداءه جدا ممتاز بدليل انه وصل قاعد يعطينا احلى شو ما اتوقع يعقوب راح يرد ويمسكها بالموزه ويرجع الريكفري مال سامس جدا ممتاز ما اتوقع ديدي حاليا مسيطر بالموز ايش اسمه جينو حاليا يعقوب. لعبه جدا ممتاز وقاعد يؤدي اتوقع بصراحه ان هذه النهايه يعني اتمنى الصراحه ان يعقوب يؤدي بس انا ما قاعد اشوفه حاليا قاعد يصلح الاغلاط اللي قاعد يغلطها قبل فاشوف انه حيل صعب انه يكون باقي الحين الا اذا غير طريقه لعبه على 130 الحين بيغير طريقه لعبه اهم والله صعبة. في مجال عندنا من مارفل نقول لك اتس نوت اوفر تل اتس اوفر خلينا نشوف الحين هل يصيده اي سماش الحين ايش اسمه اوه ديدي كونغ بالموزه يموت واو مات بموزه بعيد مات بموزته هذا اذا بيقول لك شيء كما تدين تو دان واحلى هايبر داش ولكن للاسف الشديد كل ما يسوي الهايبر داش يزلك يعقوب للحين او يزلك بنش يعقوب على سماش واحد اي سماش يعقوب يموت واو هذا هو سماش ياخذ الجيم جود شوينج من يعقوب الصراحه اداء كان ممتاز بس واو. ايضا جينو الصراحه لعبها صح والبيت بوكس الريال قاعد يحتفل انه فاز
جينو قاعد يحتفل بالبيت بوكس. سلام عليك. نعم صراحة من حقه انه يستانس. الأداء جدا ممتاز. يس بليز دو.